يا خيمه بيتنا وفيايا غطانه وسوالف شي براسه تسولف ربانه بايام الزغر ما ننجرع وكحين يطقنا ولو بكينا يبكي ويانا وانا صغير وخاطر تحترمنا الناس اجي الكنتور ابوي يلبس بقمصانه احبه مو لان شي ابوي يصير لان بالقعده يعرف يترسم كانه بقفاهم حاضهم بالقعده مشتاقين ايش قد يعجبني ما يحكي على صحبانه. الله. مشاهدينا الاكارم حلقه هذا اليوم بصراحه من خلالكم هذا الشاعر راح يشوف السماء عنده جناح بس وجودكم يسوي له واهس يطير. الحبيب يونس محسن. ابو الاكبر الكبير، اول شيء انا فرحان بشوفتك. الله يكبر قلبك. وثانيا يعني جدا اشكرك على الدعوه. انت تستاهل. وان شاء الله نكون عند حسن ظنك وظن الجمهور. ان شاء الله وانت ان شاء الله. انا قلت عنده جناح. ايه. جناحه كامله؟ والله هي كامله بس مرات الجو يعيق. ها؟ ايه. لا بس انا اريدك غصبا عن الجو وانت تطير. حيل الله. ها شو تقول؟ تصير؟ يونس محسن. ايه. باعتبار شاعر شاب انا مو من طبعي اسال هذه الاسئله الكلاسيكيه هادي. لكن لانه حضرتك يمكن ثاني او ثالث لقاء تلفزيوني فالناس ما تعرف عنك كل شيء جيد صح. البطاقه الشخصيه لحضرتك؟ البطاقه يونس محسن طالب رابع تمريض. جميل. بكليه بغداد للعلوم الطبيه. تحياتنا طبعا. الف تحيه لك. بعد اعزب سنجل. ايه اعزب بس مو سنجل. لا اثنيناتهم. قول والله. والله. ايش قصر لك تكتب شعر؟ والله يعني انا 2016 بدايات بس بدايه كفعليه 19-20 يعني بديت اجيس يعني ما اقول لك اسوي صراحه خلينا يعني نتجرد عن امور ونسولف بصراحه. لا بغدي. تشوف اكو من احق منك بهذا اللقاء لو استحقاقك انت؟ الاثنين هن يعني انا ما اقدر اقول لك انا استحقاقي لان ما اقدر افرض نفسي يعني. لا وبالنهاية الاعتداد بالنفس في بعض الاحيان مطلوب. بالنهايه هو الابداع اللي يقود طبعا بس ما اقدر افي لك انه ماكو واحد يستحقها غيره بالعكس يعني مليانه يعني من جيلي أنا. ولا من جيل اللي وراي ولا القبلي كلهم يستحقوا. انا سمعت لك دخول يعني عجبني. فدوى قلبك بالله الكريم. الله يخليك. خلينا نستهل القصيده بي مال لا والله الصدق هيك مشتاق هيك كلها تقول الشغله الوحيده اللي بيك مشتاق لها لا والله مشتاق لعشرتك كلها ويلي يا الله الشغله الوحيده اللي بيك مشتاق لها لا والله مشتاق لعشرتك كلها وهاي القصيده راح تسمعها اليوم مورث جقاره وباكر ومكملها ما جاي استوعبها مره السنتين وكلمه احبك الك ما قايلها مرات الاشياء البسيطه تاذيك والمو بسيطه يجوز تتحملها اللي ماتت امه من الصبح عاد تصير المعاد لما نامت مزعلها أوف. مرات الأشياء البسيطة تأذيك والمو بسيطة يجوز تتحملها بعد إيدي والله الماتت أمه من الصبح عاد تصير المعاد لما نامت مزعلها إنسان أنت وأنا ما مختلفين لكن فرق ما بين نوعية الطين أنا التراب اللي بالحدايق موجود وأنت وانت التراب اللي بينطم الميتين فارق لا عيد هذا البيت انسان انت وانا ما مختلفين لكن فرق ما بين نوعيه الطين انا التراب اللي بالحدايق موجود وانت انت التراب اللي بينطم الميتين فارق وتلقى الهوسه مو بس بالراس بكنتورك بتسريحتك بالروتين هذا الفراق الصدق ما يفض بدموع فارق فارق وتلقى الهوسه مو بس بالراس وين بكنتورك بتسريحتك بالروتين هذا الفراق الصدق ما يفض بدموع يحتاج شيء اكثر اذيه الموضوع بقعده وحده استوعب فراقك ليش انا الفيلم لو بيفراقه بكسبوع
والفتح قلبه تقول له سد الموضوع. اليوم اسد الدنيا وي موضوعي، ويوجعني ظل كل شي وشك الضحتاريت، قلت اضعف الايمانك بضدموعي، ومقرر اندارب شوفتك كل ظني، وحتى السفينه اندارت اسرع مني. تسالني باكي؟ قلت ما باكي هواي، من لحظه فراقك الحد هستوني. الله، تلاقينا مكسورين انا وانت مشابق اخوان الميت بفاتحته. مشكلتك اني وانت مشكلتي تصير، وبالدرب صارت كل من ومشكلته. شاهيج سهل الموعد من تفوته، وان الغشيم اللي يبكي لمن يشتاق، لو موعدك بالتسعج من الست. وسلامتك. عيد هذا البيت الاخير، عيد رحم الوالدك. عيد شاهيج سهل الموعد من تفوته، وان الغشيم اللي يبكي لمن يشتاق، لو موعدك بالتسعج من الست. ونكره لعنه لعنه والله لعنه الشعر لعنه بدوي قلبك. الله يحفظك. انت تحب؟ والله ماكو احد ما يحب. اي اي هسه الحشي حد. اي اي انت بعد اعرف انت بقلب قلبك اخضر. لا لا عبالك لا اعرف ولا اشتغل. انت تعرف لها، تعلمنا منكم احنا. الله يخليك. لا لا ما اتعلم من هالموضوع. والله ماكو احد ما يحب، بس يعني انتهيتوا؟ طبعا لو ما منتهين كان ما احكي لك هيك بهاي الحرقه. اي حتى حرقه ما ظلت. صدق بعدك تحبهم؟ لا مستحيل. اه والله انت تكابر؟ لا بس هاي خلاص يعني هو تكابر؟ اكابر؟ اي هواي استكابر على الناس اللي احبهم. اي اي يعني قصدي ايش رايك هسه يجي وتجيك رساله مشتاقين لك؟ اجت جت. ايش قلت لهم؟ والله ما قلت شيء، بس يعني ما رديت؟ ما رديت يعني خلاص، يعني الشيء صار فوق قدرتك يعني. اكو اشياء ما تصلح باسف واعتذر. زين زين ما تمسكت؟ وهي بين من المتمسك وبين من المتخلي، بين من المتمسك وبين من المتخلي، من انت ساس المشكلة ونايم لقيتك قبلي حبيتك. الله اي نال المشكلة يعني اشياء بسيطة تبين لك. بين من المتمسك الله وبين من المتخلي، من انت ساس المشكلة ونايم لقيتك قبلي. الله الله حبيتك وكلها درت من الغريب الأهل، خلصت عمر بقلب أحب ومني تحب بعقلي. برأيك الموضوع ينحل باعتذار؟ لا والأكبر يعني خلي أقول لك في الشغلة، يعني أنا شفتها أكو غلطات تجي من الشخص المقابلك، يعني تحس حتى شكله تغير من يغلط بحقك وتبين حقيقته، حتى شكله يتغير بعينك. أنا كلش أتفق وياك. أكو بعض الأحيان يا أخي الاعتذار أقل بهواي من الخطأ صح اللي صار. فهذا بيت هيك يقول، بس هيك ركز وياي. يقول يمطيح غصن من شجرة التوت، شظن باعتذارك يرجع لها. الله. وأكو مقولة عظيمة الكاتب اسمه أعتقد ليو تولستوي هيك يعني ما أتذكر اسمه، يقول عندما يخونوك، وصف عظيم، يقول عندما يخونوك كأنهم قطعوا ذراعيك، تستطيع مسامحتهم لكن لا تستطيع عناقهم. الله. نعم. شلون كانت البدايات؟ والله البدايه اي بدايه حلوه. اقول لك تتذكر شيء من سوالف البدايات؟ اكو مقوله اقول لك لا تغرك البدايات، فالرياضيات بدات بتلوين الفواكه. وبعدين صارت اللوغاريتمات. اي بعدين جاك المعادله والسوالف كلها. فالبدايات هي النهايات. شلون هي؟ النهايات يعني اكثر شيء يقتل العلاقه هو البرود بالنهايات.
آخر أيام وياك عايش روتين، لا شفت لهفة ولا عشق بالموضوع. عاتبتك وقلتي لي ساعة الشيطان، شو ساعة الشيطان صار الهسبوع؟ معقولة تتخطين كل العشناء ويصير ماضي وعمرك تكملينه؟ شو أنا لسه منشتري بيوم هدوم أختار وين اللون اللي تحبينه؟ الله شو أنا لسه منشتري؟ شو أنا لسه منشتري بيوم هدوم أختار وين اللون اللي تحبينه؟ مشكلة هاي. أي والله أكبر. بس الأمان أنت شعب وسيم. خليها مرحلة وعدت. أي عادي عدت. ها. والله. ماكو انكسار؟ انكسار يعني بلحظة هي. وهسه؟ لا لا. أوه. هيك لهالدرجة يعني. يعني وصلت مرحلة إنه الصورة ما تهزك، صورة وجههم اللي كانت هيك يطير بيها. خلنا نسمع بعد شعر، خلنا نسمع بعد شعر. تسمع بعد شعر. تقول طبعاً هاي راح أعطيك إياها على الموضوع. نتجنح شوي. تقول بفراقك تعودت يلشنت كل همي، بس والله مرات احن وبعز فرحت انصدم كان يوم عرس التقى بدوره سنه امي. اوه كان يوم عرس التقى بدوره سنه امي، وبس انت بالذاكره وخاف افقد الذاكره لو رحت من يمي. وياك حيره عشت والسولفت ليش حصل ما يحرك لسانه، أنا الأسير الذي انقطعت أخباره ورجع ومتزوجة مرته لقى واحد من إخوانه. لا يا ربك القلكم علي قصرت ما حاكي مالاته، والله أصير النبي من يحجز اللاته. وتخيلش قد صلف القلكم علي قصرت ما يحكي مالاته، والله أصير النبي من يحكي مالاته. وتخيلش قد صلف كنا حكومة قبل يعدمنا والمشكلة يرجع يداع أهل بفلوس طلقاته. نزل دموعي وغفل ويا يأبى من بالغلط نزل الدمعات. نفسية اللي ينتحر باخر ربع ساعة عايشها من الصبح لليل بوداعة. شون عيد هالبيت؟ نزل دموعي وغفل ويا يأبى من بالغلط نزل الدمعات. نفسية اللي ينتحر باخر ربع ساعة عايشها من الصبح لليل بودارة. لك انت مجرم تولق الله. الشخصية ما تنكسر، ينضرب بي المثل غلطان ويعاند. رديت من عشرتك زلزال بالمقبرة ما خوفت واحد، ومجبور احسك علي من نان وانت بعشق واحد التمينا. لا عيد لي مال الزلزال، عيد لي. الشخصيته ما تنكسر، ينضرب بي المثل غلطان ويعاند. رديت من عشرتك زلزال بالمقبره ما خوفت واحد، ومجبور احسك علي من نان وانت بعشق واحد التمينا. اللي يغرق من تخيره بين الخشب والذهب يختار صح الخشب بس على الذهب عينه. اللي يغرق من تخيره بين الخشب والذهب يختار صح الخشب بس على الذهب، بس على الذهب عينه. اما وقعد بنص الجثث وما خلوا واحد يحس تتحرك انفاس، بس انت لما تمر لازم اقف الراس. وفيلمي المفضل بدء وغمضت عيني بدي خاطر سوى نشوفه، شاهيك واحد وفي تاليتك تعوف وسلامتك. يا اخي انت صديق عندك جناحات فدوي قلبك قسما والله. الله يخليك جناحاتك كامله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نطير من خلالك. من خلال قناه الايام تطير، نطير من خلالك ومن خلال انت بيا منتدى. انا منتدى الرساله الف تحيه. يعني رغم ما انا هالفتره كلش مقصر ياهم وما حاضر يعني بسبب ظروف عندي، بس للأمانة منتدى يعني ولا غبار علي والكل تعرف يعني ما يحتاج أمدح واثني به. عائلة، عبارة عن عائلة ناس متكاتفة، يعني ممكن بالليل أروح لهم
نقعد نشرب شاي وبعيدا عن الشعر ما نسولف الشعر. اصدقاء اصدقاء يعني. جيد. منو معلمك الاول؟ من يا ناحيه الشعريه اقصد الشعريه. والله يعني ساي صفنت اريد اتذكر واحد بس يعني خاف اقول لك ما من صاحب فضل عليك من خلال هذا السؤال. اريد انوه على شغله يعني انا عندي ابن عمي ياسر استشهد بتشرين الله يرحمه، مهندس وشاعر. هذا الشخص الاول اللي اثنى عليه. جيد. وراها يعني ياسر مو شاعر. ياسر شاعر بس ما ظهر للاعلام. قريت له قصيده بدون وزن. جيد. بداياته في 2016. فتفاعل وياه يعني هو لو ما هو متفاعل وياه انا ما اصل يمكن مو لاجه هنا في هذا المكان. جيد. اول تعليق ايجابي كان بحقك منين؟ أريد أقدم اعتذاراني يعني هو زعلان علي شاعر علي شمري. علاوين الشمري؟ أي والله. هذا طيب. هو طيب وشايف ردة فعل الطيب؟ طيب. الصير هو أي علي الشمري تحياتنا إلي سمعنا قبل الكل. ويعني يمكن كان حجمي ما يتجاوز النملة بالوسط الشعري، يمكن ما داخل الوسط الشعري، وطلع ببرنامج وقال هذا انتظروه شاعر قنبلة ومن المدينة، هاي نصاً. شاعر قنبلة. فمن طلعت أنا بالظهور تعرف هو الظهور ارتباك وهيك شيء، فمن سألني تحياتنا إلى مهند العزاوي ما ذكرت يعني ما ذكرت فضله يعني هو بصراحة من خلال كلامك أنت يعني يمكن عثرة مو غلط لا وتقدر تقول توتر ونسيان تعرف وضعه. وعلي الشمري بصراحة يعني أكبر من هذا الموضوع. إي والله لا هو جعاتبني يعني وأكو ناس قالوا ليش ما بالتعليقات من نشرت الحلقة قالوا ليش ما ذكرت علي الشمري، فهو يعني أحسه شوية ظلت بنفسه. يطيحها ما يطيحها طبعاً. يطيحها. ناخذ فاصل ونرجع. صار. يلا. عليك. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم عدنا وياكم مع الجميل يونس محسن. أنت جميل. الله يعزك. خوش شعر. فدوى قلبك. قسماً بالله خوش شعر. الله يخليك. امتداد لكم وإحنا. أنا يعني بيني وبينك القصيدة اللي بيها تفاصيل تعجبني. صح. تقول هي شيء. تقول سأل علي بإيه. تستذكر ولا ما تستذكر؟ بكلام ولا بعينيه؟ شايف هاي التفصيله مال أيوة. بكلام ولا بعيني كلش احب هيك. كل احنا عندنا صفات يعني بصراحه ما نحبها بينا. صح. لازم. جيد. شنو الصفه اللي ما تحبها بنفسك؟ والله اقدر اقول لك عن الحنيه المفرطه يعني ما تحبها. اي طبعا يعني انت حتى بلحظه النهايات تلقى روحك حنين. بلحظه النهايه المفروض تكون كبريائي عصبي، تلقى روحك حنين وقاعد تفكر تكسر قراراتك هاي الحنية. يعني أنا عندي مقطوعة قلت لها صبر بيك على الفرقة رغم خوف بكثر خوفك مثل ليلة وقصف بيها أكض شفك وما ميز جفوف ترجف جفوفك البتشاني أمس حنيت رح تقرب رسائلنا لقيتك كاتب بمرسال ما أعرفك. شذابين كلش يعني الله يذبهم بالنار ما لك علاقه والله العظيم ان شاء الله. اي والله الله أيوة. لا ما نتمنى لهم خطيه. لا والله اتمنى لهم على كذبهم علينا سامحينهم مو اذيه يعني ما يخالف ولا هم يعني اذيتهم هم مرات تنفع والله قلوبنا طيبه قلوبنا أيوة طيبه ونسامحهم. شو نسوي يا اخي وانت تجي من باب الحب حلو بمره وحلوه ها والله نشتكي يعني اساني اسات ايش قد انا متشائم من العلاقه وايش قد طلعت فيهم سوداوي بس اذا قلت ندم اقول لك لا ابدا. علاقه شلون كانت يعني بصراحه علاقتكم شلون كانت؟ والله اي علاقه حلوه هي يعني اقدر اقولها هاي بوقتها انا اركز بالتفاصيل الصغيره اكثر من الكبيره فقلت لها هاي التفاصيل اللي أحب خلتني
من نرجع وألقاها منتظرتني. أحلى شيء. بساطة. هاي التفاصيل الأحب خلتني. من نرجع وألقاها منتظرتني. ما أريد أبالغ، مو مثالية وياي، بس كلما بالأمر محتويتني. والكبريائية والمغرورة هواي لما اندرت وجهه ورحت صاحتني طبعا. والحب الكلاسيكة عند العشاق ما أحبه قالت وانصدم خلتني. ها. الوقت اللي يبذلون بوعود وحلفان قالت لخل نستثمره وباستني. لا عين هزتنا ولا غاية ويات، حبيتك بعقلي تجل هزت. قالت لي لا تتردد مني تعبوك وما تخلي راسك يجي ينام بمتني. ما خيرتني بين حلقة وكذاب وما حددت شوفت بشباك وباب. قالت لي ذا مسجونة وانت اشتاقيت، حاول من الزنزانة تدخل التراب. الله الله عليك. الله الله فدوة. الله 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 فدوة. جدي يعرفونك بالجامعة؟ والله اعتقد فعل القليلة. جدي تتوقع راح يعرفونك ورا البرنامج؟ بعد هذا توفيق؟ توقعات يجوز 50-50. ها. او اكثر. انت مو متفائل هواي؟ لا بس انا شوية واقعي. وشكوا بهذا عرفوا كلهم؟ طبعا وانا نضرر الموضوع اكيف. صدق والله؟ والله. بس منو راح يفرح بلقائك؟ والله اكيد ناس اللي تحبني. الاول الاول والله بخلق لك شيء ابو الاكبر. انا اهلي بعيدين عن الشعر تماما. اي بس الوالده عدله؟ عدله الحمد لله. الف تحيه لها وبوسه. أيه. على راسها فدوه. بس ماكو واحد راح شوف اتذكر استضافية شاعر الله يرحمه محمد المياحي ابو عباس الله يرحمه الف رحمه الله. كانت الاستضافه الاول ابنه. اي فسألت سؤال للأمانة الجواب ليها سير النبي ابني. قلت له شنو تتمنى له؟ أقصد على ابنه. أيه. قال شوف، قال الإنسان بطبيعته يتمنى روحه يتمنى نفسه يكون أفضل واحد بالدنيا. صح. بس يتمنى ابنه يكون أفضل منه. الله. فلا يعني مستحيل واحد تتوازى فرحته ويا فرحة والدك ووالدتك. أي أيوة والله. الله يحفظهم وألف تحية لهم. الله يخليك. شلونها علاقاتك الشعرية بالوسط؟ والله يعني أنا الحمد لله وشكر يعني الجيل القبلي اللي هم يعني شبابنا وجيلي يعني كلهم علاقة طيبة بيهم. جيد. كلهم. منو يعني أصدقائك من شعراء المدينة؟ والله شعراء المدينة أغلبهم جماعتي يعني. ها يعني أكو لقاءات؟ والله لقاءات مو شعرية. إيه بس أكو لقاءات قليلة يعني. منو اللي تسمع قصيدتك اليوم قبل لا تقرأها على المنصة؟ والله يعني عند أصدقاء المقربين يعني. شعراء؟ إيه شعراء أو أنا مو ما يعني متخصص بها يعني. ممكن صديقتي بالكل يقرأ لها، ما تعرف الشعر أقرأ لها أشوف رد فعلها قصيدة الحيولة ولا. ها هيك. جيد. اي فاحنا بالبدايه بالنهايه نكتب لهم احنا. طبعا طبعا. أي. طبعا انا كلش اتفق ليه هذا. صح. لانه يقولون الفن للناس. صح. اي انا مع هذا الراي بصراحه. مع الفن للناس. امنياتك وين 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 تتمنى توصل بالشعر؟ والله يعني اتمنى الوصول للهدف. الوصول يعني اكو فد مكان معين مثلا. خلينا نسولف على سبيل المثال بالمحافظات. اكو محافظه تتمنى تقربيها؟ والله يعني انا خاف اقول لك البصره وتقول هذا لان انت من البصره. شرف والله. البصره يعني والله يعني علاقتي بها كانما بغداد الثانيه يعني. احترام كل المحافظات، العراق كله انا عظيم هو بعد، بس عند البصره مميزه يعني. تربطك علاقه بشعراء البصره؟ والله قلت لك انا بكل الوسط تربطني، بس يعني اعرف فيهم هواي شعراء اصدقائي ويانا بالحساب نتواصل. جيد جيد جيد. اليوم برايك شنو يحتاج الشاعر الشاب حتى يعني يقدر يشق طريقه؟ والله الاكبر يعني انا القاعده الوحيده اللي اعتمدت عليها ممكن هي ما تخلي الواحد يوصل بسرعه، او ممكن توصله بسرعه.
وهي انه اكتب البيت اللي ما حد كاتبه. الاختلاف يعني انا مثلا اول صعود لي على المنصه بعدني هاي من رجل ترجف على المنصه. أيه. صعدت قريت رجع كان بوقتها الكبير الاستاذ جواد الحمراني الف تحيه له ضيف الشرف. فمن رجع احنا قرينا بوقتها اكثر من 12 شاب شاعر بوقتها بس للصعود الاول مسيه بالرساله. فمن صعد قال انه كل القرى وشعراء وكل القرى وحلوين بس اكو شاعر يعني هذا اريد الكل تتعلم من ذكائه بهذا النص. يعني بوقتها انا من قال اسمه ما صدقت على بيت. شنو البيت كان؟ البيت يقول سن بردان لا احنا التقينا ولا تفارقنا. الله الله الله. اي فهذا الشرف يعني. وهاي يعني انا حسيت ان انا قاعدتي نجحت من كتبت بيت واحد سواله باج بالوسط. صح لان شهاده تعتبر طبعا. هاي خلينا نسمع قصيده خادم. قصيده تقول كبران حزني الجان حيل صغير وداعتك بس اسمه ما متغير بتغيير شكلك ممكن تخلى عذار بتغيير نفسيتك شلون تبرر. الله. من توصل المرحلة بروحك تحتار وتتأذى من تكتم ومن تعبر وتعيش بس بقلق واحد مسجون بغرفة ظلمة وصوت مي يقطر. شقد صعبة لما تصعد وغيمة تصير بس موقفي مرك يجبرك تمطر. تحس بنقص من تختلط بيك الناس وتخاف لا يدرون جاي تفكر. الله. تقوم منهم كأنك تدور شيء وحتى انت ما تعرف ايش جاي تدور. من توصل المرحلة تحس ما موجود وعنك دليل تدور وتستفسر تحاول تخليه لك عليك يدورون وتتقصد طبيتكم متأخر بس ما حد يقول لك شنو طالع وين. ما تلقى أبي يهدد وأم تأمر وللشارع ترد حتى تثبت موجود تسوي حادث سير انت تقرر وبلا منبه تعبر السيارات تتمنى بس واحد يقول لك وخر تبكي بفواتح غربه بلكي واسوك وبلكت يشبقك شخص نيته يصبر وشي ما طلعك بالمرايه تكسر وتعبر قبال اي شخص جاي يصور بلك الله بالتصوير تطلع موجود وتشوف روحك وبوجودك تشعر هنا يتقلص يظل الروتين وتخفى وش توجع نومة المتوتر. الله. الأربعة وعشرين ساعة تكفيك قبور للعدلين بيهن تحفر. الله الله. سلامتك. الله الله. حفظك. حلو هاي القصيدة. مو بحالاتك. فدوى لعمرك. فدوى لقلبك. اليوم إذا أردت تقول لشخص واحد تشكر من عنده، تشكر منين؟ على المستوى الشعري. الشعري؟ الشعري. والله هواي ناس يعني أول شكر يعني نقدر نقول الناس اللي دعمتني، الناس اللي ظلت وياي يعني تدى الرسالة أحب أشكره. ألف تحية لهم. وتستاهل أنت ويستاهلون الشكر منتدى الرسالة. أبو دانة يستاهل. على حديد يعني هذا أخوي يستاهل. أبو دانة يستاهل. رجل مواكب للشعر ويحب الشعر جداً ويحب يدعم بصراحة. يعني دائما هواي هواي نتخابر أنا وياه عندنا هي شاعر عندنا هي شاعر عندنا هي شاعر هواي بهذا الموضوع. صح. فهو شكرا له لأنه بصراحة يعني مو تقول الموضوع يخصه بس لانه يحب مدينته. هذا صح. الشخص اللي يحب مدينته ينشكر مدينته او غير مدينته هو يحب الشعر اي ينشكر
صح. اليوم اكو شلون تشوف انت يعني الجو الشعري؟ والله انا كلش مبتعد هالفتره. السبب؟ السبب يعني تقدر تقول انا مزاجي ومنها طيره وحسابي فلتمن كلهن. سويت حساب جديد ولا لا؟ سويت والله جديد بس بعد يعني الواهس. شقد بي شقد بي؟ مو مثل القديم. يعني انا القديم تبند يمكن 26 كي. هسه شقد بي؟ هسه سويتها جديد يمكن حتى ما شايفه والله من قد ما الواهس يمكن 2 لو 3. لا ماكو هسه اليوم النشره. فدوى قلبي. هسه اليوم النشره. والله بعد هسه امل صارت ليش 3 اشهر وبعد امل ارجع ذاك لان ذاك احبه. ان شاء الله يصعد هسه. احبه مو فقط شعريا. يعني شايف هذا اللي يدخل يدز لك كليشه يتشكر ميمك، هذا اللي يدخل يمدحك، هاي الرسائل يعني ومشاعر ناس بي كلش مستعز بيه. طبعا. والله. ناخذ فاصل؟ اي والله. مشاهدينا لكارم فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام عدنا وياكم بالبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الممتع يونس. يا حبيبي كل الهلا. لا هلا حياك الله حبيبي. أنت ابتسامة لشخص لو دمعة لشخص؟ لا طبعا ابتسامة. أكو شخص أنت سبب ابتسامته؟ واي ها والله. ولا سبب أنت سبب ولا إنسان أنت سبب دمعته؟ لازم هي تصير متفاوتة بس ابتسامتي اقوى من هوليود اسويها. ها ايه ازرع احب ازرع يعني احاول حتى اذا تعبان نفسيتي ما اعكس هذا الشعور اكبت فيه. جيد. انا بصراحه ارد استنزفك شعرا. فدوى القلب فدوى عمرك. فريد نسمع قصيده. اسمعك تقول انا شكيت بعلاقتنا اكو فد شي غريب بس ولا متوقعاني. الله الله. أنا شكيت بعلاقتنا أكو فد شي غريب بس ولا متوقعاني. وضجت من قتل أنت عز واحد علي هو ما دامك واحد أكو ثاني. شقد رخيص بقد جمالك. أنا بالصحراء زارع لك حديقة تروح للوردة اشترالك. وحسستنا ما له قيمة من انت. شقد رخيص. شقد رخيص بقد جمالك. أنا بالصحراء زارع لك حديقة. تروح للوردة اشترالك. حسستنا ما له قيمة من انتظرتك. الناس تركض بالمحطة وتحضن الناس اللي جوها وانت محتار بجنطتك. بهيج موقف لو أخوي أقدر أكرهه بس جبان وما كرهته. وانت حقك تستغني انا لو شايل عيونك شاطرتك. انت حقك تستغني. معذور. حقك تستغني انا لو شايل عيونك شاطرتك. شاطرتك ابو الاكبر. الذكرى من تموت تبقى براس جثة تخوف اكثر. ودع تقعد حظ سياج السجن والصافن علي يريد يشرد. وكان رسالة بشوف مترجم من عدو وضمنت أسماء موته. واحد من الموت أخوه. المشكلة مو بس صدمته، المشكلة لازم يترجمها لأخوته. هاي من قتل انتهينا صوتي يشبه كان صوته. الله. كان رسالة بشوف مترجم من عدو وضمنت أسماء موته. واحد من الموت أخوه. المشكلة مو بس صدمته، المشكلة لازم يترجمها لأخوته. هاي من قتل انتهينا صوتي يشبه كان صوته. وراسك تحط على متني وشك وشدة بقلبه تتحول بسيطة. شلون من تريد تبعد وانا تقلقن المسافة بالخريطة. سلامتك. تخبل هاي القصيدة. الله يخليك. شنو تعتبر هويتك الشعرية؟ الصدق. لا لا اقصد يا قصيده من قصايدك تعتبر هويه. يعني انا كل بيت اكتبه هو استنزاف من مشاعري. مو بالنسبه لك، بالنسبه للناس انهم يقولون يونس محسن يقولون ها عند فلان قصيده.
والله تقدر تقول عندي يعني بداياتي انا كلهن والله يعني انا ما لا اقول لك عندي قصيده ضربت فولت كلش ولا ها 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 اي يعني متساويات احسهن جيد لان انا لا اطرح هواي قصايد يعني شيء متساوي. اخر مهرجان شاركت فيه امتى؟ اخر مهرجان اعتقد لو برساله لو بالنجف منتدى تذاكر تحياتنا لهم. الف تحيه لهم. شلون علاقتك بعلي شاهين؟ علي شاهين اخوي. ها والله ان شاء الله حلقتك مثله هم ترند بحيل الله. علي شاهين اموت علي يعني صديقي حتى انا احبه شاعري. يعني بصراحة أنا يعني جاي أحب قصيدتك كل شوي جاي أحب فدوى قلبك هذا يعني والله كل جاي أحب قصيدتك الله يخليك احكي لي عن ال 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 يقولون الشاعر وطالب جامعي عنده جمهور جاهز صح؟ هاي جزء قبل هسه أعتقد تغيرت والله شقد عدد الشعراء وياكم بالجامعة أقصد ما عندي يعني مو بقسمك اي لا مو حتى كليتنا يعني مو ذيك الكبيره يعني مو ما تنقسم مثلا بالمستنصريه طب تلقى يمكن بكل قسم شاعرين ثلاثه ها 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 اي يعني احنا صغيره يعني بيها تمريض وصيدله فقط ها جيد 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 ان شاء الله انت مرحله رابعه خلصتها لو رحت للرابعه لا والله رحت للرابعه ان شاء الله يا ربي تتفوق ويهون نشوفك ماستر والله خلك من البكالوريوس ان شاء الله ان شاء الله يونس انت منين تخاف والله تقدر تقول انا اخاف يعني اخاف من الانسان اذا ارتاحيت له اذا حبيته اذا حسيت بالامان وياه والله العظيم اظل افكر واوصي اقول له لا تسوي هيك شيء ترى هيك شيء ياذيني من مرايتك يعني امه يا ناس اخر مره سمعت كلمه احبك امتى والله نعبرات لا ما نعبر يا اخي مو بكيفك انا ارد احرجك والله يمكن قبل الحلقه تستاهل بس لا تقول لي منو بعد ما اقول لك اكيد من الوالده هاي زين هاي صلحتها الله يحفظ لك الوالده الله يخليك اللي قالت لك احبك اي اي مو يقول اتعجب علي يقول الوطن وصلت قال انا عد الوطن انت صح مرات اكو شخص يعني لك وطن مسار رياض شاعر فصيح ألف تحية إلى من البصرة يقول أريد من عالمنا شيئين اثنين أريد حبيبة وموطنا أي إني أريد موطنين الله اختصرها أي فالله يحفظ لك الوطن اللي هي الوالدة وأي إنسان تحسه يا رب يحفظ أم أي بشر بالدنيا أمين يا رب العالمين. لقيت لك مخرج يخبل ما حرجتك في كارثة يعني. لا والله. بسرعة. استاهل. شايف ذي تنقلب وتعدل. وصلنا لختام الحلقة. والله بسرعة. ممرض. الوقت ما ينحس بي وياك. فدوى العمر. والله العظيم. فدوى لقلبك. اختم بقصيدة. صار. يعني يا آخر الأوجاع. أي. الله يبعدك عن الأوجاع لا نبطل لازم إذا ما كأوجاع صح يقول قبل من نبكي من دمعي يعرفوني قبل من نبكي من دمعي يعرفوني هسا نعرف من صوتي وحبيبي اللي قال لموتك ينحسب موتي صلف يلطم على التابوت بس من مالق أسواره بقي يدور بتابوتي ومن هالليلة مو نفس الغطا يلمنا لو مو تبرد بصفه وذا تشبقنا من فوق الغطا شبقنا مثل المحترق والقاعد يطفي كان أبسط فعل منك يخلي إحساسه مطمن أذكر شاورتني وصوتك يجن رجعت لبيتنا وكل عقله ضم بالصوت مخلي يدع لذاني مثل اللي يأذن الله ولم الصور وابكي لك الله كان ابسط فعل منك يخلي احساسه مطمن الله بدي اروح لك واذكر شاورتني اذكر شاورتني وصوتك صوتك يجنن رجعت لبيتنا وكل عقله ضم بالصوت
مخليد على ذاني مثل اللي يأذن، ولم الصور وابكي لك، بكي من هذا لبالك، شوية الهاي أبكي شوية أبكي الهاي، مثلك لما نترش الورد مالك. جيتك وانخبط بي حنين وثار، وشوف اش صار، اشبقك رايد بهالايد وبهالايد كتالك، ما فز لو شفت كف من قبر مرفوع، وتبيد جدام من يوصلنا مرسالك. كنت مضحي من اولها لاخرها، وصورتنا بشك ومرقد مزور الله، وكنت كل يوم ارد شايل بداية تراب، والحفرة اللي أطمها تروح تحفرها. حسب علم النفس أي مشكلة ببالك إذا تهملها متقصد تكبرها، ونبرتك من تحاكين شي وخرها. هذيك أيامنا الحلوات شيردها، كنت تشبه الطفلة تقعد من النوم من بوسات والدها، وناس وناسك أشرد صرت من عدها، لأن من نقعد وياهم مزاد يصير اللي يسولف سالفة لازم يزيدها. سلامتك. حبيت هاي القصيدة. وأنا أحبك. الله على مشاعرك الله. يا حبيبي أبو الأكبر تعلم منك. فدوى لعمرك فدوى لعمرك. يا حبيبي. ما أعرف والله ودي الحلقة طول أكثر. والله أنا ودي الطول لأن مقابل وجهك الحلو. الله يعزك. والله العظيم. شنو كان الشعور لما تواصلنا وياك وقلنا لك حلقة بالمهلهل؟ والله يعني مش تتوقع. جاي أسألك. يعني من صار الاتصال إحنا جايين نفلش في الموكب. سلام الله عليك سيدي. مرحبا عبد الله. فوخرت قلت لهم ما رخصتكم خل أرد على هذا الاتصال. يعني والله كان شعور يعني بقمة التعب، جتنا راحة حسيت. تستاهل والله العظيم. ويا رب إن شاء الله يعني تقطف ثمار النجاح إن شاء الله بوجودكم. أنا حريص جدا على هاي الحلقة وحبيت الحلقة جدا فدوى قلبك. جدا حبيت الحلقة. هيالي بيك. هذا الشعر اللي بصراحة يوصل للناس، الشعر اللي تتغنى به الناس. جميل من يكون الشاعر عنده معالجة عاطفية للمجتمع، أي علاج للناس، لأنه قلت لك أنا أؤمن أنه الفن للناس. صح. فهمني شلون؟ فيعني في شغلة لطيفة أنه لما تكتب قصيدة تعالج بها أحاسيس الناس. شكرا لك، وشكرا لمدينة الصدر، وشكرا لبغداد العظيمة. فخر. هذا كلامك فخر. الله يعزك. والله. ألف تحية لك. آخر كلمة اللي تحب تقولها للسيد المشاهد هذه كامرتك. والله يعني أنا عاجز عن الرد على هذا الكلام. بالعكس. وما أعتقد أستحقه. شكرا لك، شكرا لكادر، شكرا لكل شخص صافي ونظيف. شكرا لك أيضا حبيب. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري. في أمان الله.